المعاهد المهنية الخمس التابعة لرئاسة جامعة إسطنبول جراح باشا، فإن نسبة 30-35% من طلابنا ينتقلون بالفعل إلى برامج البكالوريوس من خلال امتحان الانتقال العمودي، وذلك بما يتماشى مع الإمكانيات التي نقدمها للطلاب القادمين إلى معاهدنا، خاصة بفضل طاقمنا الأكاديمي الذي يحتوي على أساتذة مميزين وطاقمنا الإداري وتقنيين، إضافة إلى بنية مختبراتنا التحتية. لذلك نحن لا نكتفي فقط بتنشئة طلابنا على مستوى وجودة القوى العاملة المطلوبة من الناحية التقنية، نحن في نفس الوقت نعدهم لمرحلة البكالوريوس. بمعنى آخر، نحن جامعة عريقة حيث ننقل تراكمنا واستمراريتنا وتجربتنا التي تمتد إلى 35 عاما إلى طلابنا القادمين لجامعتنا، حيث نكون بذلك قد أعددناهم كأفراد لديهم المعرفة التقنية ويثقون بأنفسهم ومجهزين أكثر. لا أعرف أهداف الطلاب بعد التخرج، ولكن الطالب الذي يضع مهنة معينة على قائمة أهدافه ويأتي إلينا سيتخرج وهو متمكن من مجاله. فمثلا عندما يأتي طالب بالدراسة كمدرب خيول إلى المعهد المهني للبيطرة يتخرج كمدرب خيول جيد. إذا أراد شخص أن يكون مصرفيا أو مختصا بالتمويل، فعندما يأتي إلى المعهد المهني للعلوم الاجتماعية يتخرج كمصرفي ومختص جيد بالتمويل. وإذا قال أحدهم أنني سأكون غواصا وبأنني سأغوص 45 مترا تحت الماء، فيمكنه القدوم إلى برنامج تكنولوجيا ما تحت الماء لنصبح غواصا مرخصا. تم اعتماد شهادة التخرج في هذا المجال من قبل المديرية العامة للسلامة الساحلية بالفعل. إذا أراد طالب مرشح أن يختارنا ويريد أن يكون مضيف طيران، فيمكنه بسهولة تحقيق هدفه في برنامج خدمات مقصورة الطيران المدني. يمكن أن توسع الأمثلة حيث يمكن للطالب أن يصبح مصمما جرافيك ومصورا ومختصا إلكتروني ومختص كمبيوتر وغيرها. إذا وضع الإنسان في رأسه أن يكون فني أسنان، فيمكنه أن يصبح فني أسنان في غضون عامين من خلال الدراسة في المعهد الصحي المهني. بالإضافة إلى ذلك، بعد رؤية تصميم ونجاح الطلاب في المعاهد المهنية، فيمكنهم إكمال دراستهم في برامج البكالوريوس من خلال إجراء اختبار الانتقال العمودي DGS. نحن نقدم كل هذه التسهيلات والخدمات لأصدقائنا وشبابنا الذين يأتون إلى معاهدنا. نحن نحاول دائما تقديم الأفضل لهم. تستمر خدمات الحرم الجامعي لدينا عبر أفضل المرافق مثل بيئات المكتبات وبيئات قاعات الطعام والكافيتيريات. نرحب بأصدقائنا الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات وتجربة هذه البيئة في حرمنا الجامعي. نحن ننتظركم في المعاهد المهنية في جامعة إسطنبول جراح باشا. إن كنتم ترغبون بأن تحظوا بفرصة الوصول إلى إمكانيات جامعتنا ونجاحها والتعرف على أساتذتها المميزين ونيل التعليم على أيديهم، وكذلك إن كنتم ترغبون بأن تعيشوا حياة حرم جامعي متكاملة في حرم ضخم يقع في مساحة خضراء كبيرة ويضم مكتبات وقاعات طعام متنوعة.